أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم فتطوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. يا دار قرآن علوت إلى العلا بجهود قوم ثبتوا الأركان، بدأوا من الكتاب أول نبتة غرست فأثمر عودها فرسانا. حملوا على أكتافهم أحلامهم يبنون صرحا بالتقى مزدانا، لبناته اكتملت بحفظ كتابهم كالنور حين يتم بدو سمانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا.